اتنين 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 اتنين؟ اه يعني قول اربعة. انت هتجمعهم اربعة اتنينات 060. حاضر، اربعة اتنينات 060. هتقول له ايه؟ فرصتي جت، سيبيني لو سمحتي. رد يا جبان. الو. ايه؟ مشغولة. مشغول؟ طب جرب تاني. حاضر دلوقتي؟ اه. طيب كام الرقم؟ اربعة اتنينات 060. برضك؟ كل ده مشغول، هات اجرب انا. بيرن بيرن. الو الو، ادهم الشاذلي؟ ايوه. معاك النقيب رشدي اباظه. انا رشدي اباظه يا ادهم. ايوه يا رشدي يا ابني، انا كنت مستني مكالمتك دي عشان اعتذر لك عن اللي عملته معاك. رشدي، انا بنتي ملهاش اي ذنب، احنا اصحاب شركات زي بعض وممكن نفض الخلاف اللي بيننا ده. يا بنتي بنتي. طب اموتها الاول، اموتها. اسمع يا ابني، انا لو بنتي جرى حاجه مش هرحمك. بنتك كويسه والمصحف. طب انا عاوز اكلمها. حاضر، ثانيه واحده. بابا عايزك. انت مجنون. مش هينفع تكلمها دلوقتي، انا مكتفها. طب انت طلباتك ايه عشان تسيب بنتي في حالها؟ عايز فلوس. عاوز كام؟ اقول له كام؟ قول له مليون جنيه. كتير قوي ده. انت بقى عايز مليون جنيه. مل ايه؟ مستحيل. انا والله قلت لها كده. انت عايزين مجنون؟ حرام عليك، شليت الراجل. ايه، قفل في وشك ولا الخط قطع؟ لا والله قفل في وشي. انا بتهيألي نسيبه يهدى شويه ونرجع بعد كده نكلمه، واخده بالك؟ هو يعني يكون هدي اعصابه شويه والخنفسه دي تكون روحه. يا حظ ظابط، انا كنت فاهم انه هيطلب الف الف ونص، انما مليون. وما قالكش هياخد الفلوس ازاي؟ فلوس ايه اللي هياخدها؟ ومين اساسا اللي هيدفع له؟ شوف يا حظامت، انا معتمد على مجهوداتكم انتوا. انا عاوز بنتي ترجع لي وما ادفعش اكتر من 1750. ايه؟ طب اطمن خالص، احنا بنعمل تحقيقاتنا دلوقتي واكيد هنوصل لحل، بس اول ما يتصل بيك لازم تكلمنا فورا. ربنا يوفقكم، انا عارف ان انتوا هترجعوا لي بنتي من غير ولا مليم. مع السلامه. ان شاء الله ان شاء الله هيرجعوا لي بنتي من غير ولا مليم. انت صحيح هتسيب ملك هانم كده يا ادهم بيه؟ هسيبها ازاي يا جدع انت؟ الله، ما انت كنت نايم. هو انا مش لسه مبالغ البوليس قدامك؟ وافرض ان البوليس ما قدرش يعمل حاجه. ايه ده؟ ممكن؟ طبعا ممكن، خصوصا ان الولد ده مش مسجل، يعني مالوش سكه. طب وبعدين؟ انا عاوز سعادتك تكون جاهز انك تدفع الفلوس. انت اتجننت يا لطفي؟ ادفع ايه؟ ده عاوز مليون جنيه. يا ريت تنهي عقدك وتمشي انت راخي علشان خاطر بنتك. وانا بلاقي الفلوس دي في الارض يا لطفي؟ ده انا لما يصحب تلوها الروح يا ناس. ولو عمل فيها حاجه هدفع، وانا مش ممكن اسيبه يؤذيها ابدا يا لطفي. طب جرب كده اكلمه على الموبايل وجر معاه ناعم واعتذر له تاني. اكلمه على الموبايل؟ يا سلام، بالسهل اكلمه على الموبايل. هو الموبايل ده مش بفلوس يا لطفي، دي بنتك. انا عارف انها بنتي، لو كنت مامن عليها كنت سبتها له. ايه ده؟ ابوكي بيديني ميز ديكول، ايه الوطيانه دي؟ انت ايه اللي خلاك تفتح تليفونك؟ اقفله بسرعه. حاضر حاضر، يلا نلف عشان نكلمه تاني. يلا يا ابني يا ابني، اقلع البدله دي بقى هتتمسك بيها. ليه هما بيقفشوا في الضباط اليومين دول ولا ايه؟ خليكي في حالك يا راشا. يلا راشا دي غلبه قوي. الو الو. يا ادهم بيه، فكرت؟ ايوه يا ابني فكرت، بس كنت عاوز اقول لسعادتك حاجه. يعني المليون جنيه دول ممكن يعني ادفعهم بالتقسيط على كذا شيك يعني؟ اقسط ايه بس يا ادهم بيه؟ وانا ببيع لك فيسبا؟ ما يا ابني المليون جنيه دول ما اقدرش ادفعهم على طول، كتير. والله ولا كتير ولا حاجه. بص انا من الاخر مديك احلى سعر، واسال بره يا ابني. الكلام اخد وعطى،
وانا ان شاء الله هبقى زبونك مش هسيبك. عاوزك تعمل معايا واجب. بقولك يا ادم بيه، انا مش عايز فصال. انا من الاخر هم المليون ويبقوا مقفولين كمان. وانا مش موافق. انت اكيد مجنون. ايه؟ ابوكي بيموت في قفل السكه. الدرجه دي ابويا بياني؟ جايز ما اقتنعش بيا كخطاف. انا السبب، انا السبب. انت السبب ليه؟ هو انت اللي خليت ابويا بخيل؟ This is my dad. Yes, yes. انت خريجة ايه؟ Business Administration, AUC. دي اللي في الزقازيق صح؟ بقولك ايه؟ هو انت ليه عايز تنجس البيت؟ اسمها انكس البيت، يعني اصلحه. اللي اذا كان جمعة بقى عنده حق. مين جمعة؟ ده يوم من ايام الاسبوع. ده واحد صاحبي من شلة الجامعة. انت عارف ان انا الوحيد اللي في شلة الجامعة اللي عملت مشروع مخصوص لنفسي. قلت اعتمد على نفسي واتعب كتير واكسب كتير. بتكسب كتير؟ لا بتعب بس. الاكتتاب قرب والاسهم كلها في الطالع. هو ده وقته يا ملك؟ بدلتي. انا ليه تعبش فيك رحت بدليها؟ برافو عليكي. ايه ده؟ هي البدله دي عندها تبول لا ارادي ولا ايه؟ طب هنعمل ايه؟ ابويا شكله كده ولا مش هيدفع حاجه يا ملك؟ قلت لك مش هيدفع. لا هيدفع. هيدفع يا ملك. وهتعملي العملية إن شاء الله، وهتمشي على رجلك وتعملي كل اللي نفسك فيه. إزاي؟ أبوكي لازم يتأكد إن أنت في خطر بجد وحقيقي، ولازم يشوف ده بعينه كمان. مش هنقعد نقضيها تليفونات ورغي طول النهار، وبعدين كل مرة بيقفل السكة في وشي. طب وبعدين هنعمل إيه؟ أبوكي عنده بريد إلكتروني؟ إيه؟ إيميلز يعني، عنده إيميلز؟ طبعًا. أنا هخلي أبوكي يدفع الفلوس زي الجزمة. قلت لك ما تشتمش. أنا أقصد جزمة غالية يعني. سالي خدي التابلوب اللي في ايدها ده بالكاميرا ودخليه جوه. ها وانا كمان هقوم اجهز. يا عسل.